اسمع يا سلمان، إذا أنت صادق ما قدرش غلاب، أنا ممكن أساعدك، لكن بشرط تحلف لي الآن إن الكلام هذا اللي بيننا ما يطلعش من لسانك. علي الحرام ما مسكتوه ولا لقيتوه، علي الطلاق من زوجتي سلمى اللي حرمونه مني، إن أنا ما قتلت غلاب وأنا بريء من دمه. انقذنا يا أخي، أنا عند الله وعندك، انقذنا. شوف أنت كذا كذا بتروح للحاكم، بس أشتك تعترف للشيخ أنك اللي قتلت غلاب، والعطيف بخبي لكه في أي مكان تدل الشيخ عليه. بعدين لما تروح لعند الحاكم قل له الصدق، هي الصدق عادي حقك، وحلف لادي الأيمن كلها أنك ما قتلتش غلاب ولا شفته، وقل له أن الشيخ هو اللي أجبرك تقول كذا عشان يبرئ نفسه من قضية القتل. لا تخافش من الشيخ، الحاكم بيحميك، وإذا أنت تشتي الحاكم يشتري مالك ودارك عادي بيشتري، المهم تتخارج أنت وبنت عمك من هذا الكلام كله. كيف؟ والشيخ مش عقابه؟ أنت إيش عليك من الشيخ؟ إيش عليك من الشيخ أنت؟ أنا أقول لك بيقطعوا رأسك بدم غلاب، تقول لي الشيخ؟ إذا كان على عمي ما تقلقش عليه، أنا أخاف عليه أكثر منك، يخجف هذا عمي من لحمي ودمي. أنا خايف عليك أنت، عمي بيخارج نفسه سهل، لكن أنت من بيخارجك؟ فكر بنفسك، وانت ما تضيعش لوحدك. سلمى ايش بيوقع به بعد ما يعدموك؟ شوفي بين الناس، انا قلت اللي في ضميري وانت حر، فكر ما تفكرش هذا قرارك وانت حر، ولكن ها إذا والله هذا الخبر طلع، والله ما أنسى خيانتك لي. ولا نقص، أنت ما تعرف ما في العالية ولا تعرف أهل العالية، حتى لو اتداخلت بينهم أنت اسم غريب، مفهوم يا غريب، أنت لا سمعت شيء ولا شفت حاجة، ولا والله لا أقرح رأسك.